كيف أغلق معادن الذهب؟ والله معادن الذهب زي ما قلنا أهم رقم عندنا في مارش 58-80 اللي هي نسبة التصحيح 38 فيبو من موجة كورونا. السهم أنا ما أتوقع يكسرها، لو عنده نية يكسرها ما راح يكسرها قبل المنحة، ولو كتب الله وطلع خلال مارش أهم مقاومة هتكون 69.5 قريبة 70، لأنه هذه منطقة 23 فيبو المكسورة. يعني شوفوا الآن مقفل 63-60 سهم معادن، عرفتوا أهم دعم في مارش فين؟ 58-80. لو طلع في شهر مارش معادن كل ما قرب من 70، الله ترى شوفوا منطقة قوية، شوفوا ماشي على مبدأ. الآن شايفين لو رسمنا له ترند هابط، كيف يخترق الترند الهابط؟ يخترق الترند لو اخترق 70 ريال. إذا اخترق 70 خلال مارش، الله الله الله، الذهب ذهب. هذه حتخلي السهم يطير زي ما طيرته في كل مرة، لأنه كل ما يجي يخترق الترند يطير يجيب رقم جديد. فعشان كده نحن الآن حنعتبره أنه من القمة الأخيرة 86-60 هو في اتجاه هابط. لو لعب مضاربيا حيلعب في نطاق 10% من 63-69. طيب فين تكسير العظم وفين المنطقة اللي نحذر أنه يكون فيها سقوط؟ شوفوا الآن لو يبغى ينزل من 38-50 فيبو يعني 8 ريال 9 ريال، لأنه 50 ريال هنا منطقة 50 فيبو قريب مناطق الإغلاق الشهرية دي عند حقة إبريل. خلاص لذلك معادن الذهب أهم رقمين عندنا في الشهري كدعم، إيش هي؟ 58-80 اللي هي تعادل 38 فيبو. إذا ما شفته كسرها ترى السهم ترى إمدي يلعب بالراحة. بين أهم مقاوماته لو لعب خلال الشهر كل ما قرب من 70 انتبه. هذه منطقة جني وتخفيف تحسب، لأنه السهم تعرفوا أنتم ممكن يحدد جمعيته خلال الشهر وما نعرف إيش يصير. فعلى العموم هذه هي الحدود الطبيعية قبل المنحة وقبل ما يتجزأ السهم وتتغير الأرقام، هذا النطاق الطبيعي لحركة السهم.